تحطوه ثلاثة الناس المؤسسين في طرح التصريح مصادقة عليه أو عن طريق مفوض قضائي. التجأنا إلى وزارة الداخلية بهذا الأسلوب، ثلاثة مؤسسون ومفوض قضائيون. ما لاحظنا مع الأسف أن هناك تماطل في تسليم الترخيص كما ينص على ذلك القانون. ماذا يقول القانون؟ سأقرأه، اسمحوا لي أقرأ لكم حرفيا. نحن نحترم دولة القانون. يودع المادة 6 من القانون التنظيمي، يودع الأعضاء المؤسسون لحزب سياسي مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي ملفا لدى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، هو ما قمنا به، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا ويتضمن ما يلي: تصريح بتأسيس الحزب، الأسماء إلى آخره، ملفات هي معروضة عليكم أضعاف الأضعاف ما تنص عليه المادة 6. وكان واحد لقاء في وزارة الداخلية، شرحنا لهم على أساس أنه إحنا جينا باش نحطوا واحد الملف طبقا للقانون، طبقا لدستور المملكة، وطبقا لتوجهات الخطاب الملكية السامية. إذن هناك مواجهة بتماطل، بعض المواقع تروج أنه هناك رفض، ما عندنا الشرف، كاين حتى الشرف، إلا كاين شرف دوريو لينا كتابة. بعض المواقع سمحها الله واحد ولا جوج فقط، بعض الأقلام اللي تالي هذا حنا تنعرفوا التوجه ديالها، تقول كاين، ما عندناش حنا رفض، حنا ناس تنحترموا القانون، تنحترموا الدستور، وكنشتغلوا في إطار هذا القانون. إذن تماطل من بعض الأشخاص ماشي من المؤسسة، لا نقول المؤسسة، بعض الأشخاص، العلم لله، لحسابات ربما معينة أو لمحابات طرف ربما معين، يخاف على نفسه، يحاول أن يعرقل باش يتم التعطال ديال هذا الشيء، وندخلوا في واحد المرحلة اللي ربما غادي تفوت علينا واحد الفرصة إلى آخره. ولكن هما تعتقدوا أن احنا درنا هذا الشيء فقط من أجل الدخول للانتخابات. نحن نؤسس حزب كما قلت، مشروع وطني، الانتخابات هي محطة فقط، دورنا هو تأطير المواطن المغربي، دورنا هو المشاركة في الحياة السياسية، هو تأطير المواطن كما ينص على ذلك الدستور. لأن اليوم كنشوفوا أن نسبة الانخراط داخل الأحزاب ضعيفة جدا، وهذه من بين دواعي التأسيس اللي غادي نخلي على قليل الأستاذ بوش ما يذكر لنا شنو هو دواعي التأسيس اللي ارتكزنا عليها. بغينا نأطروا الشباب، خصوصا الشباب، واليوم أكثر من 50% من الشباب هما اللي موقعين في هذه اللوائح، أكثر من 50%، واللي كاين اللي كيمارس اللي غيمارس السياسة لأول مرة. فإلا ما كانش هذا الدور الأحزاب، هاد الشباب راه عنده طرق أخرى، كاين انحراف في الاتجاهين. لا قدر الله، حنا هاد الشيء ما بغيوش لوطننا، ما بغيوش للأبناء ديالنا، ما بغيوش أنا، لأننا كنحلوا مشروع مستقبلي بمنظور مستقبلي، بمنظور جديد متميز عن ما هو الآن موجود، لأنه الناس عيات مما هو موجود حاليا. الجديد دول مجاورة، دول أخرى تتجدد فيها النخب السياسية، أحزاب جديدة تظهر اليوم في إسبانيا، في البرتغال، وتتبوأ مكانات لأن هناك خطاب جديد يتماشى مع المتطلبات، مع احتياجات. في الوقت اللي كنشوفوا البعض مازال عنده واحد الخطاب قديم تجاوز، هناك زعماء أحزاب أكل عليهم الدهر وشرب، هناك من له أكثر من 30 سنة هو على رأس حزب، وهذا مش الديمقراطية. الشباب ديالنا اللي كيشوف هذه، كيشوف ديك التداول والتناوب على العمل السياسي والإشراك إلى آخره، فغادي يفقد المصداقية في المؤسسات، وخصوصا أن المغرب
منفتح ديمقراطيا، انخرط في مجموعة المؤسسات، مجموعة الإصلاحات عميقة جدا تثير حقد الحساد والخصوم وأعداء الوطن. وعلينا محاربة خصوم وأعداء الوطن بالديمقراطية، باحترام الحريات، ليس بقهر الحريات. لأنه الآن الخوف شنو هو؟ هو أننا نرجع إلى تجاوز أو التطاول على القوانين وعلى الدستور، وهذا لا نرضاه. وهذا لا نرضاه لبلدنا، أن يكون تصرف بعض الأشخاص يسيء إلى العملية الديمقراطية. سنواجه كل من أراد أن يسيء إلى العملية الديمقراطية، لأننا نبني مستقبل أبنائنا ووطننا جميعا. هذا اللي بغيت نركز عليه. كان طالب من هنا من هذا المنبر أنه تم احترام الشرعية والمشروعية الدستورية، تم احترام القوانين اللي كتسير عليها البلاد. جلالة الملك في إحدى الخطب، وسمحوا لي غادي نذكر واحد الكلمة قالها بعد الدستور ديال 2011 واضحة جدا. غادي تسمحوا لي واحد دقيقة باش نجددها.